فيها، كيف منبلش فيها؟ بعدين بدي انتقل على يخنه السمك، بعدين بدنا نتبل السمكات او السمكه يلي بدنا نحطها كمان بالفرن تنعملها بعدين مع عصير الحامض، يعني صلصه الحامض. لكن واحد ليكو انا هلا هون شو عندي؟ بلشت انا بالطنجره، حطيت من البصل، بصل مفروم وبصل جوانح مع زيت الزيتون وورق غار، بلشوا كمان ينقليو. هلا رح اجيب كمان طنجره ثانيه، هالطنجره الثانيه رح نبلش فيها كمان بطريقه كثير حلوه. هون طنجره كبيره، رح ناخذ كمان طنجره اصغر، اوكي؟ مشان كمان نعمل فيها يخنه السمك. طيب، لكن يخنه السمك نبلش فيها هلا، عم نبلش كمان بالبيض على بندوره، ورح بعدين نتبل نرجع على السمكات بالاول. خليني انا بلش كمان هون بالبصل، نفرم البصل هيك كمان جوانح قد ما فيكن يكونوا رفاع رفاع. اطلعوا شو عم بيصير، لكن صار عندي هون البصل جوانح، واذا بنشوف هون على شمالي او على يميني عندي من الزيوت اللي باقيين عنا، بس حضرنا كمان الزيوت كلها سوا باول اسبوع للميز اون بلاس او للتحضيرات، بعدهم موجودين. زيت الثوم، زيت الحار، عندنا زيت القصعين، زيت كمان الروزماري او اكليل الجبل، كلهم بعقدوا بجنن. انا رح استعمل زيت الثوم، طلعوا هون كمان بالطنجره هون، ها تعقد. ويلا يا شيف شادي بنحط البصل، هاي بالطنجره الثانيه يلي عم نحضر فيها هون مين؟ يخنه السمك. حركنا البصل يا شيف شادي، حركنا التوميت، زيت الزيتون مشان كمان خلينا نسميها البيض على بندوره. وهلا انا عندي البندورات الحلوين هون، يلا. وبعدين بدنا نحضر لهيدي الكميه اللي عم نشتغل فيها هون، بدنا حوالي الاربع بيضات، بس اكيد بعد حوالي ربع ساعه تنحط البيض، يعني بس ترجعوا لي على الساعه 12:24 بنكفي هيدي الوصفه. خليها هلا على نار خفيفه، ها كمان تتمتع بالقلي تبعولها. اما هون انتقل ليخنه كمان السمك، حطيت البصل كمان جوانح، طلعوا كيف، واو، مع زيت الزيتون دايما دايما. رح اخذ كمان شرائح الثوم، انا بحب الثوم قطعه ببيتي، اذا كنا بالمطاعم ممكن ما نقطعه بهالطريقه، قطعه كثير كمان مفروم ناعم، بس بهالطريقه بيعطيني شكل حلو، بحسه هيك بيعطي جمال للاكل. بعدين انتم نقوا اللي بدكم اياه. وهيدا هون التوميت بقلب البصل، ويلا يا شيف شادي على الخشبة المطبخ الصفرة. شو بدنا نعمل؟ بدنا نشتغل نحن هون بالسمك يا شيف شادي. يلا أول شغلة لكم، أنا شو عندي هون؟ فيليه سمك كمان، هاللقوز أوكي الحلو الأبيض، مايل كمان على زهري. ليش مايل على زهري؟ لأنه السمكة كمان طازة بهالطريقة، كمان بتعطينا هالجمال كله. رح تبلها أنا شو اسمه بعد شوي صغيرة، تنخليها متبلة حوالي كمان شي نص ساعة ساعة قبل ما نحطها بالفرن. هلا بنشوف هذا الموضوع، خلوني بس كفي أنا هون. بصل والثوم صاروا حلوين بعقده، بنخليهم هيك اللون الأصفر تبعولن. هون كمان أنا عندي البندورات مع البصل والثوم وورقة الغار وزيت الزيتون مشان البيض على بندورة. وهودي عندي شرائح كمان السمك، هلا صار وقتهم نحطهم وين يا شيف شادي؟ بقلب الطنجره اللي بدنا نعمل فيها يخنه السمك. وبلشنا يا شيف، واو حلوين. على النار بصل، ثوم، زيت زيتون، فيليه سمك مقطعه شرائح. على النار كمان من زيت الزيتون مع البصل والثوم والبندوره وورقه غار مشان البيض على بندوره. فيليه السمك انا قدامي هون، هيدي فيليه السمك بدنا نعملها لوحدها، فينا نقدم حدا اي نوع من النشويات، فينا نقول رز ابيض، فينا نقول من الباستا النودلز اللي بدي، وفينا نقدمها لوحدها مع بطاطا او جراتين البطاطا اللي بدي اعملها كمان اليوم. طيب هيدي الفيليه هون بنبلش ملح يا شيف شادي بالطريقه هيك، طلعوا كيف. كمان انا عندي هون شوي صغيره من الكمون وشوي صغيره كمان من الهيل، كلها سوا تطلعوا كيف هون هيك، وهيدا كمان الهيل هون بهالطريقه. وهلا شوي صغيره من الزيت رح شيل هون، ها هالكف واثنين، رح نجي نعقم ايدينا ونرجع يا شيف شادي على السمكه، بس باي نوع من الزيت. رح احط شوي صغيره من زيت القصعين اذا عندكم، اذا ما عندكم زيت القصعين حطوا زيت
الاكليل الجبل، اذا ما عندكم زيت اكليل الجبل حطوا زيت الحر، اذا ما عندكم زيت الحر حطوا زيت الثوم، اذا ما عندنا يوم كلهم بتحطوا زيت زيتون او زيت نباتي عادي من دون اي مشكله. طلعوا كيف؟ طعمناها بهالطريقه بتعقد بتجنن. وانا اللي راح اعمله هلا، عندي صينيه، هالصينيه بحط عليها كمان زيح من الزيت، طلعوا كيف؟ وبجي انا بنزل هالسمكه اللي انا تبلتها بقلب كمان الصينيه بهالطريقه، خلص؟ وبنتظر هلا حوالي شي نص ساعه قبل ما احطها بقلب الفرن، ليش؟ هيك السمكه كمان بتاخد الطعمات والروائح تبع البهارات، ممكن يكونوا اعشاب، ممكن يكونوا كمان زيوت، يعني عم نعطي الافكار كلها وانتم بعدين اعملوا اللي بدكم اياه. يلا بسرعه من جديد على السمك. واو يخنة السمك هون يا شالي، يلا يلا انا بدي اياهم كمان يفتفتوا شوي صغيره كلنا سوا هون. انا عندي كمان، صار عندي كمان البندوره هون، خلونا هلا نشيل كل شيء ونبلش نحضر نتفي نتفي لصينيه، او فرجيكم كيف بدي بلش حضر لصينيه ال جراتين البطاطا. طيب جراتين بطاطا يا شادي في تعملها بكذا طريقه، طريقه انك انت تسلق البطاطا تهرسها وتحطها مهروسه بقلب الصينيه، والطريقه الثانيه اللي بدنا نشوفها هلا هي الطريقه اللي انا كثير بحبها، اوكي؟ اللي هي بطاطا نيه بس شرائح بقلب كمان الصينيه، بمعنى رح فرجيكم اياها انا هلا رح بلش فيها. انا هون اول شيء رح احط صينيه السمك هون تتبل، رح اخذ صينيه ثانيه بهالطريقه، وراح اجي انا اخذ البطاطا بهالطريقه هيك، رح نشيل الزيت، اخذ البطاطا ونجي نحن كيف بدنا نقطعها، رح فرجيكم هلا وراح نشوف كمان بعدين، بنشيل شقفه منها من هون حتى توقف البطاطا بهالطريقه حتى ما عاد تصحط معنا، وبنبلش ايدينا بهالطريقه هيك، بلش طلع شفتوا كيف الشرائح؟ بهالطريقه عنا شرائح البطاطا قد ما فيكم يكونوا كمان رقاق، بطريقه انه انا بمسكهم بهالطريقه هيك، طلعوا كيف؟ امسك وحط بقلب الصينيه واعمل الدائره، طلعوا شايفين كيف؟ قطعناهم شرائح بهالطريقه واشتغلنا فيهم، شغلي ولا اهي من هيك، انا رح كفي الصينيه بعد شوي، رح ادخلها كمان انا على الفرن، وبس نرجع بدنا نعمل كمان صينيه تاني. لكن الافكار عديده، من السمك مع البصل مع الثوم مع زيت الزيتون على النار. الشغله الثانيه عندنا كمان التومات مع البصلات مع ورق الغار مع الزيت مع البندوره كمان على النار. السمكه صرنا كمان متبلينها هونيك وناطرين بعد شوي صغيره تنعملها الصلصه، اما البطاطا صاروا مقطعين. هلا يا شيف شادي بعتقد صار عندك الوقت هون. واو خلونا هلا هون نخفف النار وننتقل للبيض. صحيح انه هون ما تلينا سمك، ايه هاي الخشبه هي للسمك بس نحن ما تليناها سمك اذا لاحظتوا. انتقل هلا لواحد، هيدي كمان بيضه، وهون كمان اثنين. هيك قبل ما تروحوا او نرجع لعن جوزيف فرجيكم كمان شو راح يصير. هاي ثلاثه وهون اربعه، وكان عندي كمان شوكه لكوينا هون. بنخفق هالبيض بهالطريقه، طلعوا ما اهينا، خفقنا البيض وجينا حطينا هالبيض على البندورة والبصل والثوم مع زيت الزيتون وورقة الغار. واحد اثنين ثلاثة. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من اول الحلقه او من اول النهار، وعم نطبخ عم نطبخ او عم جهز عم جهز عم جهز. كثير من الوصفات يلي بدنا نحكي عنها اليوم واهمهم فينا نقول اللي هي البيض على بندوره، ممكن لانه يمكن البيض على بندوره تبع الوالده اطيب من البيض على بندوره تبع والدتك تبع والدتك او شغله من هالنوع، يعني مع انه وصفه كثير كثير هينه راح احكي عنها بعد شوي صغيره، كثير سهله بس سبحان الله كيف كل واحد تطلع معه بطعمه كمان مختلفه. واحد اثنين رح نحكي عن الجراتان البطاطا
وراح نعمل كمان صلصة البشاميل اللي عملناها كمان امبارح بتعقد بتجنن مع كمان التشيدر تشيز. امبارح عملناها مثلا تقول مع الجبنة المونتري جاك تشيز، اليوم راح نعملها مع التشيدر تشيز، او فيكم تعملوها مع اي نوع من انواع الجبنة. كما انه عنا السمك اليوم مع صلصة الحامض والكبار. خلونا ناخد نظرة صغيرة بالفرن، نروح على الفرن ناخد نظرة صغيرة. هالنظرة اوكي بتخيك بدنا نشرح عنا نتفي صغيرة شو عم نعمل. واحد، انا عندي الفرن شاعل، عندي بقلبه صينية من البطاطا، رح فرجيكم اياها، طلعوا رح ارجع ردها، وعندي هالفيليه السمك اللي صار جاهز بعد حوالي كمان دقيقة او دقيقتين، رح نشيله كمان لبرا من دون اي مشكلة. شو عملنا؟ بفيليه السمك اللي حطيناه جوا، جينا قبل نحن من حوالي شي ساعة، شو عملت فيه؟ حطيت ملح بهار كمون او ملح فلفل كمون، وشوي صغيرة من زيت القصعين او السيج او السوج اللي انا كمان محضرهم، او اي نوع من الزيوت عليها من فوق. عصرة حامض حطيناه بالفرن، يا سلام جاهز. انا قلت يعني اللي بدي اعمله انا هلا، رح اجيب انا السمكة رح حطها هون لانه استويت، ورح ارجع ردها على الفرن بعد شوي، بس انا ما بدي اياها كتير انها تستوي. هيدا واحد، يلا يا شيف شادي، وهيدي السمكة هون، طلعوا شو حلوة بتعقد، يلا هيدا محلها. وهلا بنرجع بنحطها شوي صغيرة بالفرن. أما البطاطا حضرناهم بطريقة كتير حلوة، تنحضر لهم بعد شوي صغيرة البشاميل أو الصلصة البيضة مع جبنة التشيدر تشيز. يا ماما وين بدك تحطهم يا شيف شادي؟ بنحطهم على البطاطا من فوق، ونرجع نرد البطاطا على الفرن، وهون فينا نسمي جراتان البطاطا، هيك بنسميها فيكم محل البطاطا قرنبيط، صارت جراتين للقرنبيط. شلنا القرنبيط حطينا بروكولي، جراتين البروكولي، وهكذا. مع كمان فينا نحط عليهم شوي صغيره من البصل، رح تشوف بعد شوي صغيره كيف بدي احط البصلات على البطاطا. هلا خلونا طنجره فاضيه، حليب كمان طازه، والحليب كمان سائل، واذا ما كان الحليب سائل فيكم الحليب كمان بودره، مع كمان شوي صغيره من المي رح نولع تحتهم، ورح نعمل كمان صلصة البشاميل السريعة لنطعمها كمان من التشيدر تشيز. رح كمان هون نحضر دغري بسرعة مثل ما عملنا امبارح الرو بالزيت. ايه ما دام الرو بالزيت مش بالزبدة، لأنه لو زبدة كنا حطيناها بقلب الطنجرة، دبت الزبدة حطينا الطحين خلطناهم صار عندي عجينة، هالعجينة اسمها رو، وبضف لها الحليب المغلي، وهون شوي شوي بصير عندي بشاميل. انا بدي اعملها لا على الحليب، هلا بده يغلي، وراح اضيف عليه انا هالخليط اللي بدي اعمله هو من الطحين. طلعوا كيف راح كمان اجي لهون هيك الطحين، انا راح احط حتى من دون ما اعرف الكميه، بعدين بنشوف اذا كانوا كتار او شو اسمه او قليل، انا بعتقد هلا قليل، هلا كتار هيك منيح. يلا يا شيف شادي، من الزيت فينا نحط زيت زيتون وفينا نحط زيت نباتي، انا جاي على البيل اليوم اعملها مع زيت الزيتون هلا الجراتين اللي عندي. من بعد ما احط الزيت بجي بخلط، بس اخلط بده يصير عندي عجينه، هالعجينه بتكون بأساوي يعني بين اللبن واللبنه، فينا نقول يعني لا تكون لا لبن ولا تكون لبنه، هالأساوي تبعيتها. طلعوا كيف ها هالأساوي منيحه، شو يا شادي لبنه؟ لا مزبوط، طلعوا ها شايفينها كيف هي؟ هذه هي العجينه اللي هي عجينه الرو، بحطها على جنب بانتظار الحليب انه يغلي، بعدين منطعم. راح انا عندي الجبنه التشيدر هون، شو راح اعمل بعد شوي؟ راح اخذ الجبنه، عندي التشيدر كمان الاحمر والابيض، راح اجي اقطع منهم شوي وضيفهم على بشاميل، هيك بصير عندنا تشيدر صوص. فهمتوا كيف؟ طيب اذا كان محل شر فيه موتزاريلا بصير موتزاريلا صوص، بري صوص، كامنبيرت صوص، شو ما بدكم، وفيها تكون فور تشيز صوص. بنحط اربع انواع جبنه، هالصلصه المشهوره كتير بايطاليا يلي بيعملوا فيها رافيولي، تالياتيلي، باباردالي، اللي بدكم اياه، هي الاربع او الكواترو فورماجي. طيب ان دو تروا، فتحنا يا شيف شادي هون، ويلا يلا، وتأشي انا هون كمان او لا بلا. اوكي، واحد رح نولع تحت يخنة السمك، رح ارجع عيد كل شغله لوحدها. يخنة السمك انا بلشت فيها هون، حطيت من زيت الزيتون ثوم وبصل، قليتهم صار لونهم هيك ميل للصفار، ضفت فيليه السمك عليهم من فوق، طفيت تحتهم لانتظركم، جيتوا هلا فلازم نكفي هلا الوصفه، رح كمان هلا بلشوا كمان من جديد،
اللي راح ضيفهم عليهم هلا هو من الزيتون الاسود، نبات الكبار، طلعوا كمان شايفين كم حبه حلوين بقلبهم هيك، اللي ما بيحبها بشيلها على جنب بعدين، لانه اذا فرمتها هون رح تعطينا الطعمه، اذا فرمت نبات الكبار رح افرمه بعد شوي صغير انا مشان السمك، بس اذا فرمته اوكي مجبور بكل لقمه يطلع بتمي، وهذا مش غلط اذا الانسان بيحب نبات الكابر او الكبار، اما اذا ما بيحبه بيحب بس يعطينا الطعمه بنحطه مثل ما هو حبه، اذا ما بدنا ناكلها فينا نشيلها على جنب، سهل كثير. وكمان عندي هون من البندوره المقطعة، طلعوا شو حلوين، رح نزلهم على مهلي، واو بالطريقة الحلوة هيك. وهلأ صار يا شيف شادي هون عندي، هلأ وطي النار شوي 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 حتى شوي صغيرة على مهلون، يلا هون ومنحرك لكن زيت الزيتون مع الثوم والبصل مع السمك مع الكبار مع الزيتون ومع البندورة، وأنا بعتقد بس هون ناقصني بعد شوي صغيرة من الملح والبهار بقدونس، وصار عندي هاليخنه جاهزه. واو تمام، يلا يا شيف شادي هون على شو بدنا نروح؟ بدنا نروح على شيء اسمه صلصه، نعمل صلصه الحامض قبل ما نطلع بريك، صلصه الحامض يلا بدنا نحطها على السمك. يلا يا شيف شادي هون رح انا اجي اخذ هالحامضات اقطع الحامض بهالطريقه هيك، وحده وهون كمان اثنين. هلا انا فيني اعصرهم، وفينا بالبيوت نحن بكثير من المرات بنشتغل هيدا الشغل اللي هو ها خلينا نشتغل شغل بيتوتي، اذا ما بدكم تعصروا فيكم تعملوا هالطريقه هيدي، مزبوط ولا لا؟ انه مرات كثير بتجوا بتعصروا الحامض بهالطريقه وبتجوا اوكي من دون ما توسخوا شو المعصره، او بتكونوا مستعجلين او بتكونوا هيدي كمان فيكم تعملوها، انا من العاده بعصر الحامض قبل وبجي بستعمله، او فيني كمان حطه مثل ما عملنا باسبوع الميزون بلاس بالتحضيرات، جينا عصرنا الحامض وشو عملنا؟ حطيناه وين؟ بقلب قالب ثلج وحطيناه بالثلاجه، بس من دون ثلج من دون مي، ثلجوا صار فينا نشيل منهم ونستعملهم، رح نرجع نعيدها كمان هيدا الشهر اذا الله راد. ليكو نبات الكبار يا شيف شادي هون اللي انا رح افرمه مثل ما وعدت هلا، طلعوا ها هذا هو النبات هون، رح نجيب هالسكينه الحلوه هيك نفرمه، وعم نعمل الصلصه يلي بدنا نحطها يا شيف شادي على السمكه بس نقدمها. هذا هو الكبار صار انا عندي هون، حطيناه فوق كمان عصير الحامض، شغله كمان حلوه، منضيف من زيت الثوم او زيت الحار او اي نوع من الزيوت اللي عندنا، طلعوا كيف هون صار عندي انا هلا صار جاهز، انا اخلط مع اوه تعقد بتجنن، بلشنا هون نخلط هيك، ويا شادي ناقص اكيد الملح ناقص البهار ناقص كمان من البقدونس المفرومه، طلعوا هون شو عم يصير، هذا كمان هون هالملحات الحلوين، لكن صرنا هون حامض، صرنا كابر، صرنا زيت زيتون او زيت مطعم باي نوع من النكهات مع البقدونس، الملح نتفي صغيره اذا بدنا من الكمون، ونتفي صغيره من الفلفل، وانا عندي هون صارت الصلصه جاهزه للسمك، ممكن يكون السمك بارد، ممكن يكون السمك طالع من الفرن. ثلاث دقائق ناطركن 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 بريك. بقى شيء؟ لا يا فناص؟ يلا اهلا وسهلا فيكم جميعا من جديد، معنا ربع ساعة انا وجوزيف، رح تكون هالربع ساعة كمان حلوين جدا، رح اشرح فيهم هلا بسرعة عن شو عم بيصير. جوزيف شو عم بيصير ورانا؟ بدي سخن الخبزة ناكل البيض بالبيض، ماشي بهمك بطنك يا جوزيف. نعم اوكي، لكن هلا خبزة الفوكاتشا حطها جوزيف بقلب كمان الفرن مشان تسخن معنا، اللي هي محشية هالخبزة من الزيتون، هذا نار ايه بضوي تحته. عبك تاكل بيض وبندورة بقلب الخبزة؟ لا شوف اي اطيب اللي لك ولا اللي كنت عاملها. طيب بتعرف كيف عملت بطاطا بندورة؟ بيض بندورة، قصدي بيض على بندورة. ايه ولا عملنا ايه؟ توم توم بصل بصل بندورة بندورة بقدونس بقدونس ورق غار ورق غار بيض بيض ملح ملح بهارات بهارات بيرفكت، يعني شغلة كمان كثير هينة. اللي بدي اياه منك هلا انا بس هالملعقة معمول معروف، بتعرف تحرك من اليمين للشمال هيك ايه
ولا عمر معروف الا انا اذا حركت البيضه من الشمال لليمين اعطيك الف عافيه. ليه؟ حرك مثل ما بدك يا جوزيف، يلا جو. برافو عليك. دان دان دان. وهون انا هلا رح اطفي تحت النار اللي تحت جوزيف هون اللي هي يخنت السمك. واو. بس بدي اشيل اللي ما كان معنا صار معنا يا جوزيف، زيت الزيتون مع البصل والثوم طلع السمك والزيتون، وشو كمان؟ البندوره المقطعه بتعقد لك الريحه. بدي اشيلها حلوه. هي ورقه الغار هيدي. بدي اشيلها. اوكي، شو بدك تاخذها؟ اوكي شيلها، ما في مشكله. اوكي، مع انه شكل ورقه الغار كثير حلو اذا حطيناها بالصحن. طيب هلا خلونا نعمل شغله، وهي عندنا بالفرن البطاطا يلي بدنا نعملها جراتين، رح نشيل الصينيه لبرا ورح نحضر الصلصه يلي بدنا نحطها على البطاطا ونرجع نرد البطاطا على الفرن. بس كمان بتذكركم بشغله، انه الفيليه اللي شلناها، طلع جوزيف حطيت ملح؟ ايه طلع هون. وانا حطيت هيدي فيليه كنت مبهرها قبل مملحها مزيته. اوكي، ومحمضه. محمضه يعني حتطلع حامض. اوكي، شو بيه؟ بحب اللانجاج لو استحكي. اوكي، جاي من كلمة لغتك العربية. حمضه يعني جاي من حامض. صحيح. مش مزبوط؟ صح. ليه بس شوفني عم بحكي هيك بالافعال؟ اصلا انت الاكل كله بتحمضه. اوكي، 100%، انا بس اقدر الاكل دغري بتحمضه. اوكي، ليك هالفيليه بتعقد، فينا كمان نشيلها ليك. انا رح احطها بالفرن مشان احمرها شوي قبل ما احط عليها الصلصه اللي حضرناها من الكابر ومن عصير الحامض. زيت زيتون. كابر، زيت زيتون، بس هي الباز تبعولها كابر وحامض، مزبوط؟ اوكي. اوكي، اللي حطينا فيها كمان البقدونس، هلا بنرجع بنحكي عليهم بتعقد. يلا يا شيف شادي. جيب الخبزه، جيب والبطاطا بامرك ابو الزوز. وهيدي كمان هون الخبزه بتعقد اوكي. دان لكن تنعلي السمكه لفوق. لكن هلا بدنا نقدم البيض على بندوره، وراح نقدم كمان يخنه السمك. صرنا كمان هول جاهزين فيهم. اما هلا الشيف شادي راح يعمل الصلصه، وليكو الحليب بلش يغلي. يلا كلنا سوا. الحليب عم يغلي، انا عم حط الخليط من الطحين مع الزيت اللي هو الرو. طلعوا هيك عملناه قبل بشوي. طفي تحت هو. اوكي، وبنطفي تحت هول بامرك يا جوزيف. اوكي، طلع بهالطريقه هيك بس. وهون كمان هيك بهالطريقه. وليكو جوزيف هلا كمان اذا فينا نروح لعنده نشوف هالبيض على بندوره كيف عم يحطهم بقلب هالفوكاتشا. خلي لي شوي يا جوزيف تنقدمهم للمشاهدين. جوزيف انا عندي سؤال. اذا مهم قول. انا عندي سؤال كثير مهم. اذا مش مهم احتفظ فيه لنفسك. موت او حياه. قديش لا لك هذا الصحن؟ لا لك هذا الصحن؟ لا لك. طب اوكي، قد ايه بتحب بطنك؟ سؤال وجيه. شوف شو بشعل الجملة. اوكي، سؤال وجيه. انا بحب لك هاد لك هادي اللقمة الطيبة. اللقمة الطيبة هلا بلشت. ايه. طيب لكن احبائي خلوكم معي هون شوي صغيرة تنطلع شوي صغيرة بهالبشاميل اللي عملها الشيف شادي اللي هلا كمان بلشت كمان تغلي. نحن عندنا هون يلي بدنا نضيفها هالصلصة على الجراتان، وعملوها دائما بهالطريقة. اسمعوا من هالدقن الحلو. عم دقني انا عم بحكي. ايه. اوكي، سلم دقنك. عملوها بالزيت لانه بدنا نحط فيها نحن هلا اجبان. ليش بدي اعملها بالزبده؟ زبده وجبنه جبنه مع شويه زيت بتعقد. طلع شو حلوه. راح وطي تحتها. راح انتقل هون فرجيكم مثل امبارح هالبشاميل شو حلوه. ليكو الجمال هون. طلعوا كمان. هلا انا شو بعمل؟ باخذ هالجبنه التشيدر الابيض والتشيدر كمان الاحمر، وبجي بحطهم بهالطريقه هيك بقلب هالصلصه الحلوه. اوكي، واو. وهلا بضيف شوي صغيره من البهار. طلعوا كيف. راح ضيف كمان شوي صغيره من الكمون، وفينا نشوف الوصفات. وراح ضيف كمان شوي صغيره من الملح، وراح ضيف بقلبها البقدونس. يا سلام، بتعقد بتجنن. وهلا هون راح اخذ كمان شوي صغيره من البصل، وراح حطهم وين؟ فوق البطاطا. فوق البطاطا يلي بدي كلو. عم زين لك الصحن. انت صار لك ساعة عم تعمل لي هالفوكاتشا والبيض على بندورة. ليكو البصل فوق البطاطا تنعمل الجراتان. طلعوا كيف هون بتعقد بتجنن. روق. وانا هلا هون شوف ياي مراية مراية، والله مش عم فرق بينك وبينها. مراية تعقد بتجنن. برافو يا جوزيف، هيدي فكرة من الافكار جوزيف قدم لنا ساندويتش اليوم مع البيض على بندورة. طلع كمان هون. هودي وين بتقدمه؟ عندي. يلا جوزيف هلا دقيقة بس، دي بدك تزحلي شوية تفوت هيدا على الفرن. طلع الجبنه كيف عم تدوب. انا برايي رح اعطيك انا هيدي بايدك هون، مسكها. حرك لي هالصلصه الحلوه. جاهزه كنا نشوف بقلبها. يلا رح نرجع نذكر. لكن حطينا من الحليب عم يغلي، ضفنا عليه من خليط الزيت والطحين اللي هو الرو، حطيناه هون بقلبهم. صار عندي شو؟ صار عندي بشاميل. اوكي، جينا حطينا فيها اي نوع من الجبنه. اوكي، اي نوع من الجبنه انت بتحب؟ فونديل، ايموتال، مثقف.
لكن مو عندنا روك فور جورجونزولا اللي بدكم اياه. اوكي انا حطيت جورجونزولا. جورجونزولا برافو جوزيف. اوكي طفي. اوكي شو هي شو الام اللي عملتها اخر شيء؟ لا انه مين ما كان بيعرفها يعني. انت انت الجورجونزولا يعني انه انت لقيتها غريبه بس انا ما لقيتها غريبه. يلا اوكي شيل تنحطهم. لا لا شيل هيك نفضها هيك نفضها. نعم نفضها زي ما فعل نفضها. وتنروح انا وياك يا جوزيف يا الصلصه اللي بتعقد وين؟ فوق البطل. جوزيف طلع طلع جوزيف. لك شايف انت اللي جراتان مع هذا؟ شو عم نحكي نحن؟ طلع طلع. بتعرف لانه انا بعملها بالبيت مع كريم فريش وجبنه. ايه طيب اوكي كريم فريش انا عملتها مع بشاميل وجبنه. اوكي بس أوكي. منيحه مش عاطله. تعقد طلع كمان الجبنه هون. هي بتعقد لك وهي حط بعد صوص. بدها بعد صوص يا خيي. منيحه هي جوزيف. لا بدها بعد. انا سفير الجوع. حط سفير الجوع مجوعنا. كان ناقصك بعد هيدي سفير الجوع بتكمل معه. انه ما معقوله هلا هنقول لك كميه منيحه. اوكي قد ما فيك على له وروح شوي صغيره هيك حطهم. يا سلام عملك هون. ياي 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 طلعوا صار عندنا هون. هذه هي السمكه اللي انا هلا جوزيف رح اعمل شغله. طلع شو حلو. رح اجي اول شغله رح اعملها رح شيل شقفه. لا 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 ما رح اقطعها. رح بس شيل شقفة لأنه فينا نقدمها نحن شقف. اوكي بفرجيكم كيف. اوكي ورح شيل الشقفة هاي التانية هون. طلع كيف هون. طلع لا بتلزق ولا شيء. لو بنحط ورقة ألمنيوم ولا شيء. طلع هون. اوكي وبنروح فيها وين؟ بس بتعرف طلع شو حلو شكلها اللي عم تستعملها الصينية منيحة. بتعقد بتجنن. طلع هون. وأنا بدي أجي هلا هون ال بتعرف شو في عندي صحن هون بدي آخذ هيدا الصحن. اوكي رح أحط فيه أنا هيك الشقفة. ما زالك عم تلحقني؟ الحقني الحقني خليني ما بروح بضلك الحقني. يلا خليك معي شوي صغير. شيلها ايه جوزيف حطها هون. برافو عليك. وحطها وديكي كمان على الصينيه تنشيلها كلها حطها بال هدي 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 هدي. واو بتعقد كل شيء. يلا يلا لكن نحن صرنا هون كاملين ومكتمل. انا هلا هون عندي شغله. هودي زينه السمك 100%. انا هون اللي بدي اعمله انا هلا جوزيف لك هلا شو بده يصير. اللي رح اعمله رح اجيب ملعقه وراح اجي اقدم لكم يخنه السمك حد السمكات. شوف شو عملت. طلع هون طلع كمان هون بهال الطبق الحلو. فيك تحط لها باستا 100%. فيك تحط لها باستا. فيك تحط لها شو ما بدك. وراح كمان اعمل لكم كمان شغلي انا هلا ومحضر لها مش انه هيك اخر شيء. طلعوا هون شو حلو. طلع شو عندي هون جوزيف. عدس. عدس. العدس انا شو بعمل فيه؟ تخلطه مع البقوة. 100%. أنا فيني أعمل عدس مع السمك. إذا أنا عندي عدس فيني أخلطه مع يخنة السمك وفيني أعمل أنا عدس مع السمك وكتير طيب. شو نهار بدنا نعملها من الألاف للياه. هالعدسات الحلوين طلعوا مش عم نحطهم شوي صغيرة على النار وصار عندي هلأ كمان طبخة تانية. شو رأيك بالموضوع أبو الزوز؟ أها يا سلام. أوكي لكن صار عندي أنا هلأ هون رح نشيل كل هودي اللي قدامنا هلأ بهالطريقة هيك. وهلأ هون رح نرجع على الصلصه اللي عملناها. طلعوا الصلصه. شيلة طناجر جديده. واو صابون جديد. تزوجت. هذا جبته معي من شو اسمه شو بسموه بس واحد يتزوج جهاز. انت عملت جهازك بس جوازه. ليك جوزيف هون رح اقدم شغله كمان حلوه كثير. طلع هون شو عم بيصير. هيدا هون السمكه وهيدي الصلصه فيها تكون عليها. طلع طلع شو حلوه هيك الصلصه على السمكه اللي بتكون سخنه. هل صوص اللي هي الحامض مع الكابر. اوكي وهلا انا عندي شويه بقدونس كمان عندك جوزيف فيك تجيب ليهم اذا بتريد. واو رش لنا عمول معروف شويه بقدونس عليهم شوي شوي. اوكي شوي جوزيف بقلب الصحن يا جوزيف. اوكي شوي صغير يا جوزيف. تبولي مع السمك يا. اوكي هون ياي ياي ياي. هلا صار عندي كمان هون عندي الصحن تحت جوزيف فيك تجيبه عمول معروف. تفضل. واو حطينا اياه كمان هون هيك. تنعطي كمان فكرة عن اليخني اللي عملناها كمان هون مع المدردرة. طلع مع العدس جربوها بتعقد بتجنن. شف لي الفرن. اوكي انا بعتقد هلا نحن مسيطرين على الموضوع وكل شيء بيعقد. ليكو اليخنة السمك كمان مع العدس. ليكو السمك كمان مع الكابر ومع الحامض. ليكو كمان الساندوش كمان تبع مين؟ خلصت. خد كمان هون هلا عنا عم نقدم شو؟ عم نقدم ال واو طلعوا كيف هون لانه انا هلا بدي اجي اشبك هيدا الموضوع. طلعوا شو عم بيصير. شدي بدع بندوره يا ماما. خليهم جزء بعد شوي صغيره بعد. لا منيح. اوكي خليهم هون. ايه خليهم بالنص. برافو عليك. وهلا بنفرجيهم كمان كيف الجراتان. طلع كمان جوزيف رح اعمل لك هون الصحن كمان بهالطريقه
وراح فرجيك شوف كيف هول البطاطا لشو 100% طلع اول شيء ليك انا هون شو عم بيصير هون السمك جيت حطيت معه سمك ويخني فيني اقدمهم مع بعضهم فيني اقدم كل وحده لوحده هيدا السمك لوحده فيني اقدمه اوكي البطاطا على بيض فيني اقدمها لوحده واكلها بالخبز مثل ما اكلتها انت فيها بطاطا البيض اوكي باردون البيض على بندوره ايه. اوكي هون شو البطاطا اللي كنا بالفرن هون عندنا العدس مع السمك كما انه انا فيني كمان اجي اقدم البيض على بندوره مع السمك وكمان مع السمك يعني فيك انت تعمل هالاشياء كلها سوا من دون اي مشكله لانه صار انت عندك مثل كانه عم تقدم بطاطا حد الفيليه بروكولي حد التشيكن او القصص كلها سوا شو بدك صار بدي اسعافات اوليه من وراك عن جد يلا واحد اثنين ثلاثه بتعرف شغله ايه؟ انا بشكر عن جد الصليب الاحمر الصليب الاحمر على موضوع السرعه نعم بس المشاهدين ما فهموا شو معناه سرعه سرعة؟ مجرد ما يشوفوك 20 دقيقة عفرت سحبة يلا وهيدي هون بس بدي فرجيكم شكلها الحلو الجميل واو يا شيف شادي هون هالجراتان اوكي بشو اسمه بقى بعد في شغلة يا جوزيف طلع الشغلة اللي ممكن هي أجمل شيء يا سلام حد هيك لا لا طلع 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 هذا الشكل بس ايه بس حد هيك بس أنا خلصت ما بدي أحط أحد حدا يا خيي هون يا جوزيف ما بدي صحني بدي أكله أنا طب يلا اوكي هون شوية بطاطا واو